السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنختتم جزئية اللوكاليزيشن. حلقة النهاردة هي Part 3، هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة عن الجزء العملي بتاع اللوكاليزيشن. هنتكلم فيها على اللاين تراكين، إزاي بقى إن أنا أقدر أحصل من خلاله على Position و Orientation. أقدر بقى أستفاد من الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، في إني أترجم الكلام ده ان انا اعرف بيه البوزيشن والاورينتيشن زي ما قلنا، وابدأ بقى ادي للروبوت بتاعي لوكيشن معين يبدأ يروح لللوكيشن ده. هنشوف ان شاء الله ده في حلقة النهاردة. ده الكورس كونتينت اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت، واحنا لسه في جزئية اللوكاليزيشن and mapping. طيب السامري اللي هنتكلم عنه النهارده، اول حاجه هنشوف لاين تراكنج الجوريزم انيميشن. عملنا انيميشن بسيط كده بيوضح لك فكره اللاين تراكنج لو لسه ما وصلتش من الحلقه اللي فاتت، بحيث لما ندخل في الجزئيه العملي نبقى فاهمين ايه اللي حصل او ايه اللي المفروض انه يحصل. خلاص بالنسبه لجزئيه اللاين تراكنج، بعد كده هنتكلم في اللاين تراكنج لوكاليزيشن تكنيك ان براكتس. هنشوف بقى الكلام ده في البراكتس. خلاص ان شاء الله هنستخدم في الكلام ده الشرح على السبوره علشان الافكار تبقى قريبة لينا ونبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة ان شاء الله، ونبسط الموضوع ونشرحه باذن الله في اقصر زمن ممكن. في الاخر هنتكلم على شوية conclusions او شوية استنتاجات، هنشوف ايه اللي احنا هنستنتجه من اللي احنا عملناه في النهاية، وده هيبقى اخر جزئية في ان شاء الله هتبقى موجودة في حلقة النهاردة. طيب لو انت اتفرجت على الحلقة اللي فاتت ولسه ما فهمتش جزئية اللاين تراكنج، احنا قلنا ببساطة ان هو بيتتبع الخط عن طريق مجموعة من السنسور اراي بالمنظر ده. تمام، هو الانيميشن ده بيشرح ايه؟ ده هتعتبر السنسور اراي اللي متثبت تحت في الروبوت. خلاص ده زي ما اتكلمنا في حلقة اللي فاتت، الاكسترا رايت وده الرايت وده الليفت وده الاكسترا ليفت. خلاص كده. طيب انا متخيل ايه اللي يحصل، زي ما قلت لك في LED موجوده على الموديول اللي احنا شفناه في الحلقه اللي فاتت بتاع اللاين تراكنج بتنور في حاله انا مريت على خط اسود. خلاص فاذا الروبوت بتاعي طول ما هو ماشي على الجزئيه البيضه دي والجزئيه البيضه دي، يعني الاربعه سنسور اراي دول على الابيض، هيفضل ماشي فورورد. طيب لو انا دخلت على الاسود، يعني لو الاي ار دخل على الاسود، ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجة هتنعكس، وبالتالي الليدية دي هتنور، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ برضو هيبقى انا كده حت شوية عن المسار بتاعي، فهبدأ اصحح المسار، ابدأ الف يمين ابدأ الف شمال بناء على مجموعة السنسور اراي دول السنسورز اراي دول. خلاص فهي دي الفكرة بشكل عام. هنشوف في الانيميشن ده حاجة مبسطة لكده. نبدأ نشغل الفيديو. زي ما احنا شايفين انا كنت ماشي فورورد. انا امتى بمشي فورورد؟ لما الاربعة سنسورز دول يبقوا شايفين ابيض. خلاص كده، مجرد ما هم شايفين ابيض هم الاربعة، انا ماشي فورورد. طيب اول ما واحد فيهم يدخل على الاسود هنشوف ايه اللي هيحصل. المفروض ان ال LED المكافئة ليه هتنور باحمر. طيب هنكمل اهو، نرجع شوية كده ورا اهو. اول ما جزئية دخلت في الاسود، السنسور ده دخل في الاسود، ده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي بدأت احيد عن الخط المستقيم، او انا عايز امشي على كيرف، فالمفروض ان انا الف بحيث امشي كويس على الكيرف ده، اخد الكيرف ده بطريقة صحيحة. فايه اللي هيحصل؟ اللي انا متوقعه لما ده يبقى على الاسود لازم turn right، turn right عشان اصحح المسار بتاعي. اذا امتى ده هيبقى على الاسود؟ لو انا ماشي اهو خط مستقيم والمسار حتة عن المسار، فده هيدخل في الاسود، معنى ان ده يدخل في الاسود يبقى انا لازم الف يمين. طيب فهلف يمين لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما الاربعة يرجعوا ابيض تاني. طيب بص، هو قاعد يلف يمين اهو لحد ما الاربعة رجعوا بابيض، ايه اللي هيحصل؟ هيكمل forward. خلاص هيكمل قدام اهو، فضل مكمل قدام. ايه اللي حصل؟ لحد ما السنسور ده دخل في البلاك. طيب المفروض انه هيعمل ايه؟ هيترن ليفت، هيترن ليفت عشان
يصحح المسار بتاعه. فهنشوف الكلام ده اهو بيترن ليفت اهو، لحد ايه اللي ما يحصل، لحد ما الاربعة يبقوا بابيض، وبعد كده يكملوا على الخط المستقيم. ايه اللي حصل تاني؟ الشمال دخل في الاسود، فالمفروض يلف يمين. هكمل لحد ما الاربعة يبقوا بالابيض اهو، الاربعة كده بالابيض. المفروض ان كان في جزئية هنا في نهاية الفيديو، طيب مش مشكلة. هي الجزئية دي بتقول ايه؟ لحد لما اوصل للخط الاسود ده هيبقوا الاربعة باحمر، خلاص هيبقوا الاربعة باحمر، لان الاربعة سنسورز وقعوا على البلاك لاين. فهي دي الفكرة بتاعة اللاين تراكينج بشكل عام. تمام، ده ان شاء الله اللي هنشوفه في الشرح اللي بعد شوية اللي هيبقى على السبورة. طيب بندخل في الجزء العملي. المفروض ان احنا في الجزء العملي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم زي ما قلنا عن ازاي بقى هنكتب كود اردوينو، تمام، نترجم بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده لكود اردوينو. فلازم قبل ما نخش في كود الاردوينو لازم نفهم الفكرة اللي هنكتبها في الكود، تمام كده؟ يبقى احنا عايزين نعرف ازاي هنحدد البوزيشن والاورينتيشن. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب، طبعا انا عندي في كونسترين، في عندي حاجة بتقيدني. ايه هي الحاجة اللي بتقيدني؟ تعالى كده نبص على الارينا اللي عندي. دي هي الارينا. احنا اتكلمنا قلنا ان كل intersection point من دول بتمثل position، بتمثل position عندي. ايه هو البوزيشن ده؟ نفترض ان ده واحد وواحد، هيبقى ده واحد واتنين، هيبقى ده واحد وتلاتة، اتنين وواحد، اتنين واتنين، اتنين وتلاتة، تلاتة وواحد، تلاتة واتنين، تلاتة وتلاتة. خلاص، دي مجموعة من البوزيشنز احنا حددناها عن طريق الانترسيكشن بوينت. خلاص خلاص كده. طيب ده انت ممكن تتخيله كتراك في مصنع، يعني مش شرط يبقى بالمنظر ده، علشان ما تقولش ايه ده عبارة عن بروتوتايب. زي ما احنا عارفين ده بروتوتايب، بيوضح الفكرة بس، يعني بيوضح الفكرة مش اكتر. يعني مثلا لو انت جيت تطبق التراك ده، ممكن تقول ان في هنا مثلا حاجة صولد، في مبنى، في اي شيء، في هنا برضو مبنى، وفي هنا حاجة، وفي هنا حاجة، ودي اماكن التخزين بتاعة البضاعة. خلاص، دي اماكن التخزين بتاعة البضاعة، بتبقى عبارة عن ايه؟ مجموعة من الماركس موجودة على الأرض. احنا زي ما شفنا في كيفا سيستم اللي شفناه في أول حلقة في اللوكاليزيشن، كانوا حاطين كيو آر كود، كانوا حاطين كيو آر كود موجودة كده على الأرض. خلاص كده، ومن خلالها بيعرفوا الإكس والواي والثيتا، خلاص، الزاوية أو الأورينتيشن بتاعه. يعني بيعرف بوزيشن وأورينتيشن من المارك اللي موجودة على الأرض دي، اللي هي كانت عبارة عن كيو آر كود. زي ما احنا عارفين الكيو ار كود ده او الكيو ار ريدر ده بيبقى تكلفته عالية جدا. فاحنا بنشوف سيستم تكلفته بسيطة، ونقدر في النهاية نوصل للحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، اللي هو اللوكاليزيشن. فهي هيها، خلاص، هي هيها، مش هتفرق. طيب نرجع لكلامنا تاني. احنا وقفنا فين؟ وقفنا ان قلنا في عندنا مجموعة من intersection point، كل point من دول ليها x و y، ليها x و y. وزي ما قلنا ان انا عندي reference، ده ال x موجب ال x وده موجب ال y، وعندي reference لل orientation بتاعي. لو احنا فاكرين قلنا ان ده ال right بتاعي، وده ال left، وده ال reverse، وده ال forward. خلاص، دول الريفرنس بتاعي. خلاص، ده الريفرنس بتاعي، ده البوزيتيف بتاع الاكس، ده البوزيتيف بتاع الواي، تمام، وده الاورينتيشن، ده كده فورورد، وكده ريفرس، وكده رايت، وكده ليفت. فانا كده اول خطوه ان انا حطيت ريفرنس ليه. نرجع لنقطه الكونسترين. ايه هو الكونسترين اللي عندي؟ ان انا لو جيت خدت مربع من دول، خلاص اهو، هلاقي ان دول اربع نقط. خلاص كده، ما ينفعش امشي في الدياجونال، واحنا كلنا عارفين كده، ما ينفعش امشي في الدياجونال. طيب امال همشي ازاي؟ يعني هتراك الكلام ده ازاي؟ قال لي عن طريق حاجة بتوع الايمج بروسيسنج بيسموها
سيري بلوك. ايه هو بقى السيري بلوك ده؟ اكنك ماشي في مدينة بالعربية بتاعتك من اسمها سيري بلوك، يعني في شوية بلوكات كده وانت بتمشي حواليهم، يعني تمشي ايه، يا تمشي في اتجاه الاكس يا تمشي في اتجاه الواي، مفيش حل تاني خلاص. يبقى انا السيتي بلوك ده يا اما همشي اكس يا اما همشي واي علشان اوصل للفاينل بوزيشن بتاعي. خلاص كده همشي في اتجاه اكس او واي. طيب هبدأ اطبق الكلام ده ازاي؟ ابدأ اطبق الكلام ده، ندي مثال بسيط. انا المكان بتاعي الحالي الانيشيال بوزيشن 1 1، الروبوت بتاعي واقف هنا خلاص، واقف هنا. طيب وعايز اروح للفاينل، ايه هو الفاينل بتاعي؟ عايز اروح للنقطة 3 و3 خلاص كده، يبقى ده الفاينل وده الانيشيال. طيب انا عايز اترجم الكلام ده بقى الحركة الروبوت ياخدها، هعمل الكلام ده ازاي؟ هاخد الفاينل ماينس الانيشيال. طبق الكلام ده، هات لي كده الفاينل بتاع 3 و3 ماينس الانيشيال اللي هو قلنا كان 1 و1، يبقى هيساوي الاكس ماينس الاكس كام؟ 2 و2. ايه بقى اللي انت عملته ده؟ انا عايز اترجم الكلام ده لمجموعة من ستيبس الروبوت يقدر ان هو ياخدها، فقلت الاكس ناقص الاكس هيديني عدد حركات الاكس اللي الروبوت بتاعي هيمشيها، يعني الروبوت هيمشي 2 او نقطتين تقاطع في اتجاه الاكس ونقطتين تقاطع في اتجاه الواي خلاص كده. طب تعالى نترجم الكلام ده، يبقى التراك اللي الروبوت هيمشي عليه هيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو زي ما قلنا ده الستارت بتاعي، همشي ازاي؟ طيب انا قدامي تو اوبشنز، يا اما امشي الاكس الاول يا اكسكيوت الاكس فيرست يا اكسكيوت الواي فيرست، مش هيفرق معايا الكلام ده، مش هيفرق معايا. يبقى انا الحالتين سيان عندي، الاتنين واحد، فهعمل ايه؟ يا اما امشي اتجاه الاكس يا اما امشي اتجاه الواي. خلينا اخد نفس الاورينتيشن للروبوت بتاعي ريفرنس عليه اللي هو ده، همشي في واي وبعد كده همشي في اتجاه الاكس خلاص كده. طيب همشي في اتجاه الواي، يبقى انا محتاج امشي في الواي قد ايه؟ 2 2، يبقى همشي تمام انا هنا. طيب همشي 1 2 خلاص كده، يبقى انا همشي كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هغير الاورينتيشن بتاعي، انا الاورينتيشن ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن فورورد صح كده. طيب الاورينتيشن بتاعي المفروض يبقى ايه؟ رايت. يبقى هاجي هنا وهلف، هيبقى الروبوت اتجاهه هنا، الروبوت كده كان اتجاهه هنا. طيب بعد ما لفيت هعمل ايه؟ همشي 2 في الاكس خلاص كده، يبقى عشان اوصل للمكان 3 و3 همشي 2 في الاكس تمام. يبقى الروبوت بتاعي وصل هنا خلاص. هنفذ اي مكان انا عايز اروح له بنفس الطريقة دي. شوف بقى انت عايز تروح لاي مكان من دول هتروحه ازاي، نفس الفكرة. يبقى انا محتاج اطرح الفاينل ماينس الانيشيال، هيديني مين؟ هيديني عدد الحركات اللي انا عايز اتحركها في اتجاه اكس وواي خلاص، بناء على ايه؟ على الانترسكشن بوينتس اللي اتكلمنا عليها. طيب وقلنا ان انا ما ينفعش امشي في الدياجونال، الدياجونال ده ما ينفعش ان انا امشي فيه، عندي inability to move in diagonal خلاص، ما ينفعش ان انا اتحرك في الدياجونال. زي ما قلت لك همشي سيري بلوك، همشي في اتجاه الاكس واتجاه الواي بس. طيب ايه اللي هيقابلني بقى؟ ايه اللي هيقابلني وانا بعمل الكلام ده؟ الاورينتيشن، احنا لسه كده ما اتكلمناش على الاورينتيشن خلاص. ابدا امسح الكلام ده، جزء الاورينتيشن. الاورينتيشن بتاعي انا عندي زي ما قلت لك تالت مرة، ده الفورورد وده الريفرس وده الرايت وده الليفت. في مشكلة عندي دلوقتي، في مشكلة
عندي. ايه هي المشكلة؟ المشكلة ان ببساطة دي الارينا اللي عندي، لو انا ما عملتش ريفرنس للاورينتيشن بتاعي هدوخ. يعني ايه هدوخ؟ تعال ناخد المثال اللي فات، لولا انا عندي ريفرنس ان انا على طول فورورد وهمشي على طول، هبدأ كده تمام وبعد كده اغير الاورينتيشن واروح كده، هبقى في الاتجاه ده صح كده. طيب لو انا عايز اروح هنا المفروض مني هعمل ايه؟ يبقى انا هلف رايت تاني، يعني انا هبقى في الريفرس، خلاص هبقى في الريفرس وبعد كده همشي وبعد كده لف رايت تاني، خلاص وبعد كده هوصل للنقطة دي. طيب لو عايز اروح للنقطة دي انا اتجاهي كده، انا اتجاهي كده، يبقى اغير الاتجاه اخليه كده وبعد كده اروح للنقطة دي، خلاص. طيب لو انا عايز ارجع للنقطة دي تاني هعكس الاتجاه وهكذا. يبقى قصة الاورينتيشن دي هتبقى معقدة جدا لو ما عملناش ليها ريفرنس، لو ما عملناش للاورينتيشن ده ريفرنس ثابت. كل لما اروح لبوزيشن معين اخد الاورينتيشن ده بعد ما اخلص البوزيشن ده يبقى هتوه، فلازم لازم ان انا اختار ريفرنس للاورينتيشن ده. يعني هختار الريفرنس بتاعي الفورورد، خلاص. يبقى انا دايما بعد ما اخلص اي، بعد ما اوصل لاي بوزيشن عندي لازم اختار الفورورد كفاينل اورينتيشن ليه. طيب تعالى ننفذ مثال تاني، ندي مثال بسيط تاني. طيب بص هنا كده، ببساطة هفترض ان انا هنا، انا قلت لك ان انا هختار ريفرنس للاورينتيشن بتاع اللي هو فورورد، خلاص هخلص اي مكان انا هروحه هروح ظابط الاورينتيشن بتاعي على فورورد عشان يبقى لي ريفرنس، يبقى لي ريفرنس، يبقى سهل عليا منه ان انا ابرمجه بعدين، خلاص كده. طيب انا واقف هنا دلوقتي، الرابط بتاعي واقف في المكان ده، خلاص كده، ومحتاج ان انا اروح للمكان ده. المكان ده ترقيمه كام؟ المكان ده 1 و2، خلاص كده. المكان ده 2 و1، خلاص كده. طيب عايز اروح من هنا لهنا، عايز اروح من هنا لهنا، تعال نطبق القاعدة بتاعتنا، قلنا الفاينل ماينس الانيشيال، يبقى الفاينل ايه؟ يبقى 2 و1، الفاينل ماينس الانيشيال اللي هو 1 و2 هيساوي كام؟ 2 ماينس 1 واحد، 1 ماينس 2 ماينس 1، خلاص. يبقى ده الاكس وده الواي، همشي في اتجاه الاكس 1 وفي اتجاه الواي -1، خلاص كده. الكلام ده هطبقه ازاي؟ يبقى انا في البداية اول خطوة عشان اروح من مكان للمكان ايا كان، تعالى كده نحط مجموعة من الستبس. اول خطوة ان انا هظبط الاورينتيشن بتاعي، خلاص كده. بعد كده هاكسكيوت الاكس او الواي اللي انت شايفه بقى، يعني اي حاجة براحتك، خلاص. يبقى دي كده احنا عايزين نحط مجموعة من الخطوات نمشي عليها. بعد ما اكسكيوت اكس او واي هغير الاورينتيشن بتاعي، وبعد كده بناء على هنا هرجع اكسكيوت الواي او الاكس، سواء انا اخترت اكس فوق يبقى واي تحت، لو اخترت واي يبقى اكس تحت، خلاص. وقلنا خطوة الريفرنس، ما ننساش خطوة الريفرنس. خطوة الريفرنس بعد كده هعمل ايه؟ هست الريفرنس اورينتيشن اللي هو ايه؟ الفورورد. يبقى دي مجموعة الخطوات اللي انا همشي عليها علشان انفذ ان انا اروح من مكان لمكان على الارينا اللي انا شايفها دي، خلاص. يبقى انا لخصت لك الكلام في مجموعة من الخطوات اهي. طيب تعالى نعمل الكلام ده هنا على المثال الحقيقي ده. انا قلت انا محتاج امشي 1 في الاكس ونيجاتيف 1 في الواي، خلاص كده. طيب اول خطوة الاورينتيشن بتاعي المفروض ان هو يبقى ايه؟ انا عندي دلوقتي ريفرنس ده الاورينتيشن فورورد، يبقى انا هخليه RT، هلف في اتجاه الRT، يبقى انا هعمل كده، يبقى اتجاه الروبوت بتاعي بقى في الاتجاه ده. يبقى نفذنا اول خطوة.
تعالى لتاني خطوة، هيكسكيوت الاكس، خلاص يبقى همشي واحد في اتجاه الاكس لحد ما اوصل هنا، يبقى ده الواحد بتاعي. طب انا عرفت منين انه واحد؟ ان السنسور اري بتاعتي، السنسور اري الاربعة قرأوا ايه؟ الخط الاسود. ده معناه ان انا في الانترسيكشن بوينت. هنشوف ازاي هزود الاكس او ازود الواي، الكلام ده هنشوفه في الكود، احنا بنتكلم على الكونسبت دلوقتي. يعني هو يعرف منين ده اكس او واي؟ هنشوف في الكود الكلام ده. طيب يبقى انا ايه، انا هنا دلوقتي، انا خلاص عملت الاورينتيشن بتاعي وعملت اكسكيوت للاكس، انا واقف هنا دلوقتي، خلاص انا كده واقف هنا، يبقى انا كده نفذت الاكس، نفذت الاكس. بعد كده اغير الاورينتيشن بتاعي، اروح في الاتجاه ده، يبقى انا دلوقتي كده، خلاص انا دلوقتي اللي تحت، الاورينتيشن اللي انا غيرته هو ايه؟ الريفيرس. انا دلوقتي في الريفيرس، ولكن عشان اروح للريفيرس انا عملت ايه؟ انا كنت رايت، يبقى هلف رايت كمان، يبقى انا رايت للمرة التانية، خلاص ده رايت للمرة التانية، تمام كده. طيب بعد كده اشوف انا هنا عملت اكسكيوت الاكس، يبقى انا هنا هيكسكيوت الواي. طيب الخطوة اللي بعد كده الاساسية، انا وقفت هنا دلوقتي، انا وصلت خلاص للبوزيشن، اعمل ايه؟ انا محتاج اسيت ريفرنس اورينتيشن زي ما قلت لك، عشان يبقى سهل عليا كل مرة ابقى خلاص البداية بتاعتي معروفة، البداية بتاعتي ان انا في الاورينتيشن فورورد، مش هقعد بقى الاورينتيشن مرة يجي عندي كده ومرة يجي عندي كده ومرة يجي عندي كده فهيفرق معايا، لا انا عندي ريفرنس اورينتيشن كده على طول، كله فورورد، الاتجاه اللي قدام، خلاص. طيب يبقى بعد ما اوصل هنا انا اتجاهي كده، يبقى انا هخلي اتجاهي بالمنظر ده، يبقى انا هترن 180 درجة بحيث ابقى في الفورورد. يبقى انا كده وصلت من initial position لفاينل position بمجموعة الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها دي. هيقابلك مجموعة من الحاجات، تعالى كده نشوف الحاجات دي دلوقتي. انا دلوقتي عندي مجموعة من الكيسز، عندي بالظبط 8 كيسز. طيب انت بناء على ايه عملت الـ8 كيسز دول؟ هنشوف دلوقتي. دول انت طيب صممتهم ازاي؟ بالتجربة، كل ده بالترايلز، خلاص كده كل ده بيجي معاك بالتجربة، بتقعد تجرب وتشوف انت محتاج ايه، محتاج تحط كيس، محتاج تشيل كيس. طيب تعالى نتكلم على اول كيس. دي الارينا اللي قلنا عليها، لو الاكس بتاعتي، لو الاكس بتاعتي اصغر من الزيرو و الواي اصغر من الزيرو، دي اند، ايه اللي هيحصل؟ الاكس بتاعت ايه والواي بتاعت ايه؟ مش احنا قلنا اي طريقة بقول انا عايز اعرف هتحرك في اكس قد ايه وفي واي قد ايه، هقول له الفاينل ماينس الانيشال، خلاص. طيب تعالى ندي مثال، تعالى ندي مثال، ال current position أو ال initial position دلوقتي، ال initial position بتاعي في 3 و3 وال final position في 2 و2، خلاص كده. تعالى بقى، يعني انا واقف هنا دلوقتي، انا واقف هنا تمام كده، وعايز اروح للمكان ده، يبقى ده الانيشال وده الفاين. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف، نتبع الطريقة دي، الطريقة دي ممكن نكتبها هنا كده، الفاينل ماينس الانيشال. طيب يبقى هقول الفاينل، متأسف، 2 و2 ماينس الانيشال 3 و3. طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ اطرح كده هتلاقي ماينس 1 وماينس 1، ده الاكس وده الواي. يبقى اذا
الاكس والواي. اوه ايه الاكس اصغر من الزيرو والواي اصغر من. طب انا ليه اصلا اخترعت الكيسز دي؟ علشان كل كيس من دول التصرف بتاعي هيختلف، التصرف بتاعي هيختلف. طب هيختلف في ايه؟ هيختلف في الاورينتيشن. فعلشان اعرف الروبوت بتاعي الاورينتيشن لازم اعرف حالة الاكس والواي، هل هما هنا هل هما هنا، في الحالة دي هتختلف وفي الحالة دي هتختلف. طب انا الانيشال عندي هنا والفاينل هنا، يبقى مثلا الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، هتبقى حالة مختلفة غير لما الاكس تبقى نيجاتيف والواي تبقى بنيجاتيف وهكذا. الاكس طيب بوزيتيف والواي نيجاتيف هتختلف، دي كيس تاني. يبقى انا هترجم الكلام ده كله لمجموعة من الكيسز بحيث الروبوت بتاعي يبقى مبرمج الكلام ده عنده. انت دلوقتي بتخترع الجوريزم معين، بدل ما تقعد تكتبه بالفلوت شارت انت بتحطه على هيئة مجموعة من الستيبس كده خلاص بس. فطيب تعالى بقى نكمل في الحالة دي، الاكس اصغر من الزيرو والواي اصغر من الزيرو. طيب يبقى انا هنا الاكس بنيجاتيف والواي بنيجاتيف. طيب تعالى بقى قول لي مجموعة الستيبس اللي انا همشي عليها. اول خطوة انا قلت ايه؟ الريفرنس بتاعي ان انا في اتجاه الفورورد. طيب هل انا محتاج اغير الاورينتيشن بتاعي؟ اه محتاج ان انا اغير الاورينتيشن بتاعي. طيب قدامك حاجة من اتنين، هتغير الاورينتيشن بناء على انت هتتحرك في الاكس عشان توصل للفاينل، ولا هتتحرك في الواي؟ هتحرك في الاكس ولا هتحرك في الواي علشان اوصل للفاينل بوزيشن؟ فهيفرق معايا الكلام ده او هيفرق معايا؟ يبقى هعتبر نفسي هتحرك في الواي الاول. شوف انت ليه يعني الحاجة اللي ابسط لك اعملها. انا مثلا هفترض ان انا هتحرك في اتجاه الواي الاول، يبقى انا لازم اغير الاورينتيشن بتاعي. يبقى هست الاورينتيشن بتاعي لايه؟ لريفرس. يعني انا هبقى كده من هنا اروح لافف ابقى في الاتجاه ده. طيب يبقى دي اول خطوة. تاني خطوة هيكسكيوت الواي اللي هي كام؟ واحد. يبقى انا غيرت الاورينتيشن عشان اعادل النيجاتيف ساين دي خلاص، وبعد كده همشي واحد في اتجاه الواي، همشي واحد خلاص ماشي. بعد كده المفروض ان انا وقفت هنا، اعمل ايه؟ لازم اغير الاورينتيشن بتاعي. يبقى انا تاني هست الاورينتيشن لمين؟ هو الليفت. لو انا ماشي على ريفرنس معين يبقى اسمه ليفت، ولكن انت دلوقتي بقى الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو انت مثلا بتستخدم كامبس موديول، يبقى انت كده مثلا اتجاه الشمال ثابت، يبقى انا هروح لحد اتجاه الشمال او هروح لحد كذا تمام. لكن انت دلوقتي الموضوع كله متغير، فهتعمل ايه؟ الاورينتيشن بتاعك انت كده دلوقتي، انت المفروض خليك كده مكان الروبوت، انت واقف كده، يبقى انت هتلف كده. كده بالنسبة لك هو ايه؟ هو رايت. هتلف رايت. لو الرايت ده ان انت تلف 90 ديجري يبقى هتلف رايت خلاص. طيب لو انت ماشي على الريفرنس يبقى ده اسمه ايه؟ ليفت. لا بس انا بشوف الروبوت هيلف ايه، لان انا مثبت مثلا، انا عامل للكلام ده، عامل للاورينتيشن ده فانكشنز خلاص، عامل له فانكشن. لما اقول لك لف يمين تمام، يبقى معناها ان الموتور اليمين هيرجع ايه؟ هيرجع لورا، والموتور الشمال هيطلع لقدام، فالف يمين مثلا. فهي بتبقى فانكشن، فعشان كده لازم تختار الاورينتيشن المظبوط. هلف يمين، طيب يبقى انا كده هلف يمين. طيب بعد ما لفيت يمين انا وصلت هنا، اعمل ايه؟ اكسكيوت الاكس اللي هي كام؟ واحد. طيب انا واقف هنا، وصلت خلاص هنا، اعمل ايه؟ يبقى الريفرنس اورينتيشن اللي هو ايه؟ فورورد. يبقى ده معناه ان انا هست الاورينتيشن بتاعي لفورورد. طيب اي كيس الاكس فيها بنيجاتيف والواي بنيجاتيف خلاص، التصرف الثابت، التصرف الثابت اللي هتبرمج الاردوينو بتاعك عليه هو ده.
هتعمل 5 خطوات. هما ال5 خطوات دول علشان اوصل من initial لفاينل خلاص. والاتنين عندي، او حصل طرح ال y ال y2 minus ال y1 وال x2 minus ال x1 هو اللي هتبع مجموعة ال steps دي علشان اوصل للفاينل بتاعي. هات اي حاجة هتلاقيك ماشي بنفس الطريقة، اي حاجة فيها ال x negative وال y negative مثلا هنا نفس الكلام، انت كده في النيجاتيف، انت ماشي في النيجاتيف، فبالتالي هتطبق الخطوات دي. يبقى دي اول كيس، خلاص خلصنا اول كيس وندخل على كيس 2. الكيس 2 بتقول ايه بقى؟ الكيس 2 لو الاكس اكبر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو، لو الاكس اكبر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو هعمل ايه؟ طيب هندي مثال بسيط. انا هنا مثلا خلاص الروبوت بتاعي واقف هنا، اللي هو واقف، انا واقف هنا وعايز اروح لاي حاجة في البوزيتيف سايد، انا عايز اروح لهنا مثلا او هنا او هنا مثلا، خلينا هنا خلاص، انا عايز اقف هنا. يبقى الفاينل بتاعي الاتجاه ده، ده دلوقتي ده 2 1 خلاص، وده دلوقتي كام؟ 2 و3. طيب انا هنا وعايز اروح هنا نفس الكلام، يلا نطبق بقى الكلام ده بسرعة. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان انا هطرح الاكس ماينس الاكس، لا دي ما اسف، هنا دي 1 و2، دي 1 و2 ودي 2 و3. يلا اطرح كده، ده ماينس ده هيبقى 2 ناقص 1 1 وتلاتة ناقص 2 1. يبقى انا محتاج اتحرك في الاكس 1 وفي الواي 1. تعال نحط رول بقى ليه، لما الاكس بتاعتي تبقى بوزيتيف اللي هو حصل الطرح، وهنا برضو نفس الكلام الواي حصل الطرح ببوزيتيف، اعمل ايه؟ يبقى انا هعمل شوية خطوات. ايه هما؟ اول حاجة انا في نفس الاتجاه، يعني انا الاورينتيشن بتاعي همشي في الواي الاول. طيب يبقى انا كده مش هغير الاورينتيشن، يبقى انا هاكسكيوت الواي خلاص كده. طيب انا وصلت هنا، انا عايز اعمل ايه؟ رايت الف رايت. طيب هسيت الاورينتيشن بتاعي لرايت، بعد كده هاكسكيوت الاكس، هنا قلنا 1 وهنا 1، يبقى همشي 1 بس في اتجاه الاكس. بعد كده هوصل لهنا، بعد كده لازم اسيت الاورينتيشن بتاعي الايه؟ لفورورد زي ما قلنا، ده الريفرنس بتاعي. فدي مجموعة الخطوات اللي هتحصل في حالة الاكس ببوزيتيف اللي هو حصل طرح الاكس 2 ناقص الاكس 1، والواي اللي هو حصل طرح واي 2 ماينس واي 1. لو الاتنين ببوزيتيف يبقى هعمل الخطوات دي. تعالى نخش على اللي بعد كده. بعد كده لو الاكس بت ايكوال 0 والواي اكبر من الزيرو، لو الاكس بت ايكوال ايكوال 0 والواي اكبر من الزيرو، يبقى انا هعمل ايه؟ هات لي مثال الاكس بت ايكوال ايكوال 0 والواي اكبر من الزيرو. طيب يبقى انا في الحالة دي هتحرك في اتجاه الواي بس. مثال انا هنا وعايز ابقى هنا، عايز ابقى هنا خلاص، هعمل ايه؟ خلينا في الانترسيكشن بوينت، بص الانترسيكشن بوينت هعمل ايه؟ اتحرك في اتجاه الواي بس، انا كده كده الاورينتيشن بتاعي في اتجاه الفورورد باي ديفولت تمام. يبقى هعمل ايه؟ خلاص خطوة واحدة بس اكسكيوت الواي اهو، انا هنا همشي 2 هنا خلاص. يبقى انا كده هشوف ده، هطرح ده ماينس ده هيطلع الاكس بزيرو، وهطرح الواي ماينس الواي هيطلع الواي ب2، يبقى هتحرك 2 والاكس بزيرو، يبقى مش هتحرك في اتجاه الاكس. اللي بعده الكيس الرابعة، الاكس ايكوال ايكوال زيرو والواي مالها؟ اصغر من الزيرو. يبقى في الحالة دي المفروض ان انا هعمل ايه؟ اشوف مثال الاكس ايكوال ايكوال زيرو والواي اصغر من الزيرو، يعني انا هنا، انا مكان الحالي هنا وعايز ابقى هنا. اديني مثال ده كام وكام؟ ده 2 و3
وده 2 و2. اطرح x ماينس الاكس يبقى الاكس بزيرو، والواي 3 ناقص 2 بكام؟ لا انت 2 ناقص 3 مش 3 ناقص 2، لان الفاينل بتاع هنا ده الانيشيال، ده الانيشيال وده الفاينل. 2 ناقص 3 ناقص 1. في الحالة دي المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجة خلاص بقى احنا عرفنا اسيت الاورينتيشن لايه، خلينا مش استبدال زي ما احنا، اسيت الاورينتيشن بتاعي لايه؟ لريفرس، يعني 180 degree. طيب بعد كده هيكسكيوت الواي، واي اللي هي 1. انا كل ده عشان اعالج النيجاتيف ساين، لازم اريفرس، لازم اريفرس عشان اعالج النيجاتيف ساين. طيب بعد كده اسيت الاورينتيشن بتاعي، خد بالك انت لفيت كده ونزلت وبعد كده هتريفرس تاني لإيه بقى؟ لفورورد، فهتريفرس 180 درجة مرة تانية علشان تبقى فورورد، تبقى قدام. طيب تعال نخش على الكيس الخامسة. الكيس الخامسة معانا بتقول لو الواي ايكوال ايكوال زيرو، الاكس مالها؟ مرة بقى الاكس اكبر من الزيرو ومرة الاكس اصغر من الزيرو. خلينا المرة دي الاكس اكبر من الزيرو. طيب اديني مثال على ذلك، مثال على ذلك، انا هنا وعايز اروح هنا، انا واقف هنا اهو وعايز اروح هنا، هعمل ايه؟ بكل بساطة الواي بزيرو والاكس، انا كده الاورينتيشن بتاعي اصلا المفروض انا هنا، يعني الاورينتيشن بتاعي زي ما قلت لك ريفرنس قدام. يبقى انا هعمل ايه؟ اول خطوة هسيت الاورينتيشن لرايت، فهبقى هنا هاكسكيوت الاكس اللي هو بكام؟ بواحد. وبعد كده هست الاورينتيشن لليفت، ليفت اللي هو ايه؟ كده ليفت، فبالتالي هبقى ايه؟ هبقى فورورد، هبقى فورورد على الريفرنس الاولاني. او لو انت متلخبط في الحتة دي يبقى حرك المواتير شمال علشان ابقى في الفورورد، حرك المواتير بتاعتي شمال، حرك الروبوت اتجاهه الشمال علشان ابقى في الفورورد. طيب إيه بعد كده الحالة السادسة؟ لو الواي بت ايكوال زيرو والاكس اصغر من الواحد، لو الواي بت ايكوال ايكوال زيرو والاكس اصغر من الزيرو، مثال على ذلك انا هنا مثلا، انا هنا اهو وعايز اروح هنا، خلاص هبقى كده في النهاية، هعمل ايه؟ زي ما انت شايف انا في الفورورد، يبقى اول خطوة هسيت الاورينتيشن بتاعي ليفت، وبعد كده هيكسكيوت الاكس، وبعد كده او خلينا نقول هترن رايت علشان الاورينتيشن بتاعي يبقى فورورد، خلينا نصح نحسنها شوية. ندخل على الحالة السابعة. الحالة السابعة لو الاكس اكبر من الزيرو والواي اصغر من الزيرو، خلاص هعمل ايه؟ الحالة دي غريبة شوية اهو، مش غريبة يعني اقصد هتبقى رخمة شوية، الاكس بتأكبر من الزيرو والواي بتبقى اصغر من الزيرو. هنا مثلا ده عبارة عن ايه؟ عن 1 و3، هنا مثلا 2 و2. تعال نشوف الفاينل، هتلاقي 2 ناقص 1 1، يعني الاكس بوزيتيف، واتنين ماينس 3 ماينس 1، يبقى الاكس بوزيتيف والواي بنيجاتيف. يبقى انا المفروض ان انا هعمل ايه؟ تعالى كده قول لي هتتصرف ازاي. انا قلت لك دايما انت باصص لفوق، هتتصرف ازاي؟ اول حاجة هست الاورينتيشن بتاعي للرايت، هبقى في الاتجاه ده، بعد كده هاكسكيوت الاكس، خلاص انا بقيت كده واقف هنا، بعد كده هترن رايت، خلاص بقيت كده، بعد كده
اللي هو بقيت كده في حالة الريفيرس. بعد كده هيكسكيوت الواي خلاص، وبعد كده هسيت الاورينتيشن بتاعي لريفيرس، او اقول ان انا هترن 180 درجة، هترن 180 درجة عشان الاورينتيشن بتاعي يبقى فورورد. خلاص نفس الطريقة بقى 5 خطوات، ما عادش عندنا الا كيس واحدة. طيب بنوصل للحالة التامنة والأخيرة، لو الاكس اصغر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو. حالة زي دي انا هنا. طيب فين الانيشيال وفين الفاينل؟ ده الانيشيال بتاعي وده الفاينل. طيب الانيشيال 2 و2 والفاينل 1 و3. تعالى كده نطبق الاكس ماينس الواي والاكس ماينس الاكس والواي ماينس الواي ونشوف. تعالى كده الاكس مثلا 1 ناقص 2 ناقص 1، 3 ناقص 2 1، يبقى الاكس اصغر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو. في الحالة دي ايه اللي يحصل؟ تعالى نشوف بقى المفروض ان احنا نعمل ايه. المفروض احنا هنا خلاص وعايزين نروح لهنا، هنروح ازاي؟ طيب يبقى تعالى نتعامل على هذا الاساس. انا مش هسيت اورينتيشن لان انا فورورد، همشي في اتجاه الاكس وبعد كده هغير الاورينتيشن بتاعي. يبقى اول حاجة هاكسكيوت الواي، المفروض امشي في الواي قد ايه؟ 1. طيب يبقى انا وصلت لهنا، هعمل ايه؟ هغير الاورينتيشن بتاع الليفت، هسيت الاورينتيشن لليفت خلاص كده. بعد كده هيكسكيوت الاكس كام؟ 1. انا خلاص شلت النيجاتيف ساين بالاورينتيشن، وصلت هنا هعمل ايه؟ هسيت الاورينتيشن او هتير رايت علشان اعمل ايه؟ عشان الاورينتيشن بتاعي يبقى فورورد، يبقى انا هبقى في الاتجاه ده. طيب دول الثمانية كيسز اللي انت هتستخدمهم. طيب هل في كيسز غير دول؟ هل في كيسز غير دول؟ لا، مفيش اي كيسز غير الثمانية كيسز دول. يبقى انت لو فكرت تروح لأي مكان مش هتخرج بره الثمانية كيسز دول خلاص. طيب يبقى انت عملت طريقة مبرمجة، حطينا الجوريزم معين عن طريق الكيسز اللي حطيناها، ان الروبوت مهما هيتحرك مش هيخرج بره الثمانية كيسز دول خلاص. طيب هل ده في اي جزء من الارتفيشال انتليجنس؟ لا، مفيش فيه اي جزء من الكلام ده، مفيش فيه اي جزء من الذكاء الاصطناعي، دي طريقة مبرمجة. طيب الذكاء الاصطناعي امتى اقول ان النظام ده او السيستم اللي احنا عاملينه ده فيه ارتفيشال انتليجنس؟ لو بيتعلم من اخطائه، لو بيتعلم من اخطائه بيتصرف كبني ادمين، مش ان انا قاعد ادخل له الكلام ده مبرمج. لازم الكلام ده هو يكتشفه، يسنس الانفايرمنت ويبدا ياخد الديسيجنز بناء على البارامترز بتاعته وبيتعلم من اخطائه. في الحاله دي اقدر اقول لك ان ده فيه ارتفيشال انتليجنس. الطريقه دي كلها طريقه مبرمجه خلاص. زي ما انت شفت ترجمنا الكلام كله لمجموعه من الكيسز، هو ما يخرجش براها يعني، ما ينفع. لا، ما هي اصلا انت مش هينفع لو جبت اي حاجه في الارينا دي او اي ارينا هتحرك في اكس وواي، مش هخرج بره مجموعه الكيسز دول خالص. ممكن نكون مزودين كيسز علشان احسن من طريقه التصرف فقط لا غير. حته بقى هلف يمين هلف شمال هلف فوق هلف تحت، دي هتتم ازاي؟ احناش فاهمينها برضو. يعني انت بتقولي ان لو انا هنا، يعني هنا من الاخر، وعايز اروح لهنا، المفروض ان همشي على طول لان الفورورد بتاعي كده. طيب بعد كده هلف في الاتجاه ده، يعني ايه هلف؟ هلف دي الروبوت هيعملها ازاي؟ نفترض ده الروبوت بتاعنا هي تيرن رايت ازاي. اولا باستخدام الديلي
ثانيا باستخدام الـ MBU 6050 موديول. خلاص، يا اما كده يا اما كده. انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت هقول لك على طريقة مش هتخليك تحتاج للـ MBU موديول، اللي هي الديلاي. يعني ايه الديلاي؟ هاجي كده اعمل trial and error، خلاص هجرب ومن اخطائي ابدأ استفاد. يعني ايه؟ هاجي في البداية هسيت مجموعة المواتير دول ان هما يلفوا رايت. يلفوا رايت يبقى امتى؟ امتى هلف رايت؟ لو دول هيرجعوا لورا ودول هيطلعوا لقدام، يبقى انا كده هلف رايت. طيب امتى بقى اجيبها 90 درجة بالظبط؟ انا عايزها هو هنا وعايزه يبقى 90 درجة، عايز 90 ديجري بالظبط. هجيبها ازاي بالديلي؟ هقعد احط ديلي بعد ما انفذ مجموعة المواتير. مثلا انا مسمي مثلا الموتور ده اخد تو بولاريتي، بي واحد هيبقى مثلا بهاي وبي اتنين هيبقى بلو، اي كلام بقى زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده. وبي تلاتة مثلا بلو وبي اربعة بهاي مثلا، فهيترن كده. وبعد كده هقول له ديلاي هجرب 600 ملي سكند، هشوف هيجي كده. هو مثلا كان كده، هتلاقيه مثلا جه كده، فالزاوية أكبر من كام؟ من 90. هبدأ أقلل الديلي ده شوية، أخليه مثلا 550، وهكذا هيبدأ يقل شوية لحد ما يظبط معايا، لحد ما يظبط معايا. الريفرس لو أنا عايز كده وعايز ألف 180 ديجري، نفس الكلام هبدأ إن أنا أجر مثلا 1200 ملي سكند. هنشوف كل واحد بيختلف عنده الديلي ده بناء على ايه؟ بناء على السبيد بتاعة المواتير بتاعته. طب السبيد دي اللي هي معتمدة على ايه؟ بناء على السبيد. السبيد معتمد على ايه؟ على الفولتج اللي عنده. خلاص، الفولتج اللي عنده لو قل تمام الديلي ده هيختلف. يبقى انا ما ينفعش الا عن فولت معين. هنشوف ان شاء الله طريقة لو فضلنا لها هنعملها في النهاية، ان انا اشوف جهد البطارية. طبعا النومينال فولت 3.7 مثلا، هديله رينج ما يقلش عنه 3.6، بحيث ما يأثرش على الموتورز بتاعتي، ما يأثر ليش على المواتير بتاعتي. ليه؟ طب هيأثر عليا في ايه؟ الديلي بتاعي هيبوظ. انا مثلا مدي 600 ملي سكند تمام، كان بيبقى فيهم مستقيم لما البطارية كانت بتبقى مشحونة. طب البطارية فضت شوية فالسرعة قلت لأن الفولت قل. فمثلا في الديلي ده كان بيقف هنا، هتبص هتلاقيه رحل. علشان انت بتمشي على الخط فان شاء الله مش هيحصل اي مشكلة في الموضوع ده. خلاص، يبقى خلي بالك من حتة جهد البطارية. ده الديلي. الام بي يو هنستخدمه ازاي؟ ان انت هتقول له مثلا، هتقعد تعايره، هتشوف دي مثلا نيجاتيف، مثلا نيجاتيف 500 بالقراية بتاعته، يبقى هقول له لف لحد ما توصل لنيجاتيف 500. اول ما يوصل لنيجاتيف 500 يقف ويكمل الكود. فدي الطريقة بتاعت الام بي يو، ودي الطريقة بتاعت الديلي. وبكده نبدأ ندخل في الكود. طيب بندخل في جزئية الكود. المفروض ان الكود ده اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقة اللي فاتت، وعرفنا ان احنا نستخدمه في جزئية اللاين تراكينج. كل اللي بعرفه في الكود ده بعرف ال L298 اللي هي ال H bridge اللي احنا استخدمناها في اول حلقة او تاني حلقة بالظبط، او في جزئية الميكانيكال بشكل عام. وبعد كده بعرف ال sensor array بتوع ال line tracking module. خلاص كده، وده زي ما قلنا بنتحكم في سرعة الموتور اليمين والشمال عن طريق بعدل في عرض النبضة، بعمل pulse width modulation تمام علشان احصل على سرعة نسبة من السرعة الحقيقية. لو انا كتبت هنا 255 يبقى هحصل على السرعة كاملة. ده معناه ان انا مخرج على الاوتبوت بن 5 فولت. لو انا كتبت 255 على الاتنين يبقى نص السرعة بتاعة الموتور، وهكذا. بستخدم ميزة التعديل في عرض النبضة في ان انا اتحكم في سرعة الموتور بتاعي اليمين والشمال.
طيب انا عايز دلوقتي اترن رايت بزاوية 90 ديجري، كل اللي انا عايز اعمله ايه؟ اللي انا عايز اعمله هعمل باستخدام طريقة الديلاي اللي اتكلمنا عليها، باستخدام طريقة الديلاي. فهعملها ازاي؟ هعملها ازاي؟ زي ما قلت لك اهو، انا هنا مثلا انت ممكن ده ما تستخدمش ده خالص، مش شرط ان انت تستخدمه، مش شرط تلعب في سرعة المواتير. انا مثلا خليت الموتور اليمين يلف اسرع من الموتور الشمال، لان الموتور اليمين عندي سرعته الفعلية مش زي الموتور الشمال، ابطأ شوية. فعلشان اعدله بدأت ازود سرعته شوية عشان يعادل سرعة المواتير الشمال او الموتورين اللي على الشمال. طبعا زي ما قلت لك ده بتختلف في التصنيع، في مواتير زي ما قلت لك مش هتلاقيهم سرعتهم واحدة، فده بالتجربة هيبدأ يبان هو أسرع من مين، أسرع من مين، وهكذا. هتبدأ تدخل شوية بقى إيه البارامترز بتاعتك هنا، اللي هو الموتور اليمين هيبقى هاي ولو، والشمال هيبقى لو وهاي. هاي ولو هترجع الموتور اليمين لورا، ولو وهاي الموتور الشمال هيطلع لقدام، وبالتالي هترن رايت. خلاص كده هنبدأ مثلا نجرب ب 660 ملي سكند، وتشوف هيبقى الزاوية بتاعته قايمة، هيلف في اليمين بزاوية قايمة ولا لا. طيب هل لو انا نفذت الكود ده، الكود ده هيشتغل صح؟ طبعا الكود ده غلط. ليه الكود ده هيتنفذ غلط كده؟ لان انت المفروض تعمل حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة دي؟ بعد ما يلف هتعمل ايه؟ لازم توقف المواتير، لازم توقف المواتير. انت لو متخيل معايا دلوقتي، هو هيلف تمام، هيرجع يكرر اللوب تاني فهيلف تاني، فهيرجع يكرر اللوب تاني فهيلف تالت، وهكذا. هتلاقيه قاعد يلف حوالين نفسه لو انا اكتفيت بالكود لحد هنا. لكن لازم ازود الجزئية دي، ان انا اعمل اوف للمورورز تمام، اخليهم كلهم بلو. انا عايزه يقف، هوقفه ازاي؟ ما هو برضه هيجي يخش في الفويد لوب، يكرر الفويد لوب مرة تانية، وهكذا. اعمل ايه؟ بكل بساطة اعمل له وايل لوب تمام، وايل لوب مفتوح، وايل وان بس، يا اما تكتبها كده يا اما تكتبها كده. خلاص شوف انت الطريقة اللي تريحك ويعملها. while one يعني هيدخل جوه while، خلاص هيفضل على اخر حاجة هو واقف عندها اللي هو off. الموتورين او الاربع مواتير بتوعي واقفين، فهيفضل جوه while دي، مش هيخرج منها خالص الا لما تعيد برمجة الكود مرة تانية. فهتجرب الكود ده وهتقعد تلعب في قيمة الديلاي ده لحد ما تلاقيه بقى زاوية قايمة، بقى بيلف تقريبا شبه ال90 ديجري. انا مش عايزه 90 بالظبط. ليه؟ لان كده كده هو هيتراك اللاين، يعني حتى لو لف اقل من 90 والسنسور اراي موجودة على البلاك لاين، هيفضل يكمل خطواته كلاين تراكينج. خلاص كده، فما تقلقش لو هو اقل من 90 بشوية او اكبر من 90 بشوية، مش هتفرق معانا. فده الكود البسيط اللي هنجرب بيه الزوايا بتاعتنا. طبعا بقى المفروض ان انا هجرب شمال، وهجرب ريفرس 180 درجة، هشوفه هيلف 180 درجة ازاي، وهكذا. فده الكود اللي هنتست بيه. طيب نبدأ نتكلم عن الكود بتاعنا. زي ما شرحنا على السبورة، شرحنا فكرة اللوكاليزيشن، واللي انا عندي 8 كيسز من خلالهم بقدر احدد مكاني، وبخلي الروبوت بتاعي يتعامل مع كل حالة على حدة، لان كل حالة من الحالات دي بيختلف مجموعة الستيبس بتاعتها عن الاخرى. خلاص اللي احنا عملناه يعني الاورينتيشن بيختلف، انا هبدا فورورد ولا هبدا ايه، هلف يمين ولا شمال، هغير الاورينتيشن بتاعي على اي اساس، هاخد البوزيشن ده بدا بناء على ايه، هاكسكيوت الاكس ولا الواي الاول. هنمشي بنفس السيستم اللي شرحناه على السبورة. طيب زي ما احنا اتكلمنا برضو نفس الجزئية، عرفنا المواتير بتاعتنا على الاتش بريدج، وعرفنا اللاين تراكينج. طبعا ده وانا بجرب مين، وانا بجرب ال MBU 6050، فممكن ان احنا نعملهم as a comment كده. طيب
هتلاقيني معرف شوية variables ال و r و e ال و e r، هنشوف هنستخدمهم في ايه في الكود. وهتلاقيني معرف مجموعة من الماسك، الماسك ده اللي هو flag. يعني ايه flag؟ لما اكون عايز ادخل جوه ال if condition اعمل حاجة معينة، تمام، عايز ادخلها مرة واحدة بس لازم استخدم flag، تمام. هنشوف طريقة الفلاج دي لما ندخل في الكود. عرفنا بعد كده مجموعة من الفاريبلز تانية، برضو كله هيبان في الكود، مش عايز برضو البخك ان انا اشرحهم لك دلوقتي. الستيت دي اللي هي الاورينتيشن فاريبل، القيمة بتاعته بتبين لي الاورينتيشن، يعني لو هو بزيرو ده الانيشال ستيت، لسه مفيش اي اورينتيشن انا خدته خلاص. لو هو بواحد يبقى الاورينتيشن بتاعي فورورد، لو هو باتنين يبقى ريفرس، لو هو بتلاتة يبقى رايت، لو هو بأربعة يبقى ليفت. خلاص كده. طيب نبدأ ندخل على الفويد سيت اب. عرفنا المواتير وبعد كده لاين تراكنج والبالس ويدث مودوليشن بينز بتاعة الموتور اليمين والشمال، واديناهم قيمة مبدئية 100 و100 زي ما قلت لك ده بالتجربة. هدخل void loop هلاقي two functions بس. طبعا اللي مش محترف في الاردوينو ومتابع معانا السلسلة، الفانكشن بنكتبها بالطريقة دي، دي function. يعني ايه function؟ مش لازم ان انا اكتب في الحاجة يعني اكتب في ال void loop حاجات مكلكعة، ممكن ان انا اعملهم as a function بالمنظر ده، اخليها function اقول له void واسم الفانكشن بتاعتي، واكتب اي اوامر انا عايز انفذها واقفل البراكت بتاعي. خلاص كده يبقى دي اسمها فانكشن. لما اجي اندهها في الفويد لوب بس هكتب انيرشيا وافتح قوس واقفل قوس وسيمي كولون، خلاص كده بس، مش هعمل حاجة زيادة. فدي فانكشن عشان الكود بتاعي يبقى شكله كويس في الفويد لوب، ما بقاش مكلكع الدنيا في الفويد لوب. اول حاجة هروح لفانكشن اسمها get x y، هروح اشوف الفانكشن دي بتعمل ايه. طيب تعال نشوف ال x y دي، في get values وفي compare اهي get x y. طبعا انا هنا اللي عايز اخد حاجة من السيريال مونيتور ولا اي حاجة من هذا القبيل، الجزئية دي ملهاش اي لازمة ان انا اعمل انترفيس عن طريق السيريال مونيتور، اقول لك دخل لي قيمة ال x ودخل لي قيمة الواي وبعد كده الروبوت يروح في المكان ده، لأني مش هعمل كده بعد كده. يعني كل اللي هيحصل بعد كده عشان الناس تبقى متخيلة الصورة، إن أنا معايا جرافيكال يوزر انترفيس، هضغط على الجرافيكال يوزر انترفيس على بوزيشن معين، الروبوت بتاعي هيروح للبوزيشن ده خلاص، بناء على ايه؟ هعملها على هيئة اوردر خلاص، هديله اوردر معين المفروض ان هو ينفذه ويروح للمكان ده. فلو ضفت حتة السيريال دي ملهاش اي لازمة. فانا هعمل ايه بديل السيريال؟ هحط اتنين variables كده، واحد اسمه ان اكس واحد اسمه ان واي، وهديله القيمة اللي انا عايز اروح لها. يعني انا كده معنى كده ان انا عايز اروح للان اكس 2، يعني الاكس ب2 والواي ب3، بناء على ايه؟ بناء دلوقتي ان الريفرنس بتاعي ان انا واقف في المكان واحد وواحد خلاص، ان انا واقف واحد وواحد، فهعمل اي حاجة بناء ان انا واحد وواحد او زيرو زيرو كمان. يعني خلينا نقول ان احنا واقفين في النقطة زيرو زيرو، يعني هعد انا واقف برا الارينا اصلا، انا واقف برا الارينا لسه ما عدتش على اي انترسيكشن بوينت، تمام، واقف عند زيرو زيرو قبل واحد وواحد لتحت شوية، تمام كده. هنشوف ان شاء الله في الفيديو العملي احنا واقفين فين او نقطة البداية بتاعتنا من فين. وهيبدأ يعد اكس باتنين وواي بتلاتة خلاص كده، بناء على مين؟ بناء على البوزيشن بتاعي الأساسي أو الريفرنس اللي هو زيرو زيرو خلاص كده. طيب طبعا الحالة دي لو جينا نترجمها للكيسز اللي احنا شرحناها، هلاقي دي معناها ايه؟ ان الاكس اكبر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو خلاص، دي الكيس بتاعت ان الاكس اكبر من زيرو والواي اكبر من زيرو. طيب نرجع تاني للفويد لوب. بعد ما قلت له get ال x وال y، بعد كده راح على function نفذ طبعا اللي في ال x وال y، حط ال n x بكذا وال n y بكذا، وبعد كده يروح لل function اللي اسمها calc. calc دي بقى فيها الشغل كله. تعال نروح لل function اللي اسمها calc.
ايه كالك. اول حاجة كالك دي بتقول ايه؟ ان الاكس المفروض ان هو القيمة الفعلية اللي انا عايز اتحركها بتقول بتساوي الان اكس اللي هو ده 2 ماينس الاو اكس او الاوريجين اكس. الاوريجين اكس بزيرو، انا عندي هنا معرفه فوق بزيرو، انا بس حبيت ايه اديلك الفكرة اللي اتكلمنا عليها اهو، بزيرو والاو واي بزيرو. ارجع تاني، يبقى انا كده هقول 2 ماينس الزيرو، لان زي ما قلت لك انا واقف بره الارنا، واقف في النقطه 0 0، ف2 ماينس الزيرو بكام؟ ب2، و3 ماينس الزيرو اللي هو الواي ب3. فانا زي ما انا اديت القيم دي خلاص اتحطت في الاكس والواي. هقول له بقى التمانية كيسز بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليهم في على السبوره، تمام؟ اول كيس لو الاكس اكبر من الزيرو والواي اصغر اكبر من الزيرو، لو الاتنين اكبر من الزيرو اللي هي الحاله بتاعتنا دلوقتي، هعمل ايه؟ لما تشوف اي اكس واي او اي اكس اكس او اي اكس واي 1 او اي اكس اكس 1، ده معناها انا باكسكيوت الاكس او الواي، خلاص ده كده انا باكسكيوت تمام الواي، تمام كده. يبقى انا اعتمدت ان انا الاورينتيشن بتاع الديفولت فورورد وبدات اتعامل من على هذا الاساس. طيب تعال نروح نشوف الفانكشن دي بتعمل ايه. المفروض الفانكشن دي ترجمة لان انا اكسكيوت الواي. تعالى نروح نشوف طبعا هتلاقي فانكشن بتودي الفانكشن علشان الكود ما يبقاش معقد ويبقى منظم على قد ما نقدر. طيب ال EXY انا باكسكيوت الواي دلوقتي، لقينا حاجة اسمها لوب وحاجة بقى اسمها جودو، وهنشوف الكلام ده بتاع ايه. سيبنا من دي دلوقتي، سيبنا من دي، خلينا ندخل نبدأ من هنا. if ال y اكبر من ال بوز، ايه هو بقى ال بي او اس ده؟ ال بي او اس ده البوزيشن الفعلي او ال variable اللي بياخد قيمة التقاطع. يعني انا التقاطع بتاعي مثلا انا اول نقطة انا ماشي في اتجاه ال y، فلازم زي ما قلت لك زمان لازم اعمل variable يانكريمنت بواحد كل ما اعدي على نقطة التقاطع، كل ما اعدي على نقطة التقاطع ال variable ده يزيد بواحد، خلاص. طيب تعال نشوف كده زي ما قلت لك قبل كده، مثلا اعتبر ان دي الارينا، اعتبر ان دي الارينا بتاعتي خلاص، وانا هنا كده انا واقف هنا في الزيرو زيرو. اول ما هعدي على اول نقطة تقاطع الاربعة سنسور بتوعي هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ هيبقوا الاربعة ايه؟ شغالين احمر، او ال LED بتاعتهم شغالة. ده معناه ايه؟ ان الاربعة واقعين على خط اسود. في الحالة دي هيخرجوا ايه؟ المفروض ان هما هيخرجوا على حسب 0 او 1، على حسب ايه البروجرامر اللي موجود على الموديول، ايا كان هنعتبرهم خرجوا 1. فانا عامل اصلا مثلا في الاف كونديشن بتاعه اللاين تراكينج، اف الاكسترا ليفت ايكوال ايكوال 1 اند ليفت ايكوال ايكوال 1 اند رايت ايكوال ايكوال 1 اند الاكسترا رايت ايكوال ايكوال 1، ايه اللي هيحصل؟ هيزود variable اسمه position انا معرفه فوق بزيرو. position ده هيبقى ب بلس بلس، خلاص. يبقى البوز ده هيزيد بواحد كل لما اعدي على نقطة تقاطع، البوز ده هيزيد بواحد وهكذا. يبقى هنا هيبقى بواحد، هنا هيبقى باتنين مثلا لو انا ماشي في الواي، هنا هيبقى بتلاتة وهكذا على حسب انا ماشي فين. لو انا ماشي في الاكس المفروض ان انا بعد ما اخلص الواي اصفره بحيث لما اجي انفذ الاكس يبدأ يعد من الزيرو. يبقى البوزيشن ده هو variable بيعد لي القيمة الفعلية لعدد التقاطعات اللي انا عديت عليها بالروبوت بتاعي. طيب يبقى اف الواي اكبر من البوزيشن، طيب البوزيشن ده او البوز ده بزيرو زي ما قلت لك، خلاص كده بزيرو. طيب انا الواي عندي بكام؟ بتلاتة. تلاتة اكبر من زيرو؟ ايوه. يبقى هيخش الاف كونديشن دي،
هيروح لفانكشن اسمها get values. تعال نشوف ال get values. خلي بالك get ال x y غير get values. هروح اشوف بقى ايه ال get values دي. المفروض ان ال get values دي line tracking بقى. تمام، وصلت لل get values. ال get values دي بتقول ايه؟ احنا زي ما قلنا انا عندي مجموعه من السنسورز بيعتبروا كانبوت للاردوينو اللي هما بتوع اللاين تراكنج موديول. لازم احط القيمه بتاعتهم في فاريبل، دول اللي عرفناهم فوق. باخد ديجيتال ريد، بقرا القيمه اللي جايه لي على البنايه اللي اسمها اكس ليفت، اللي هي البنايه رقم كام مثلا. تعال نشوف اكس ليفت دي، احنا معرفينها البنايه رقم كام. انالوج زيرو. خلاص انا كده اشتغلت على الانالوج كديجيتال انبوت عادي. الانالوج تقدر تستخدمه كديجيتال انبوت او ديجيتال اوتبوت، خلاص على حسب انت هتعرفه ايه. هتعرفه بين مود خلاص هيشتغل انبوت اوتبوت. تمام كده، نرجع تاني. يبقى اللي على الانالوج زيرو ده انا هحط القيمة بتاعته سواء زيرو او سواء وان في اي ال وهكذا. اللي على الانالوج وان مثلا هحط قيمته في ال ال، اللي على الانالوج اللي هو انا موصل بيهم الاراي. هتلاقي ده عامل عليه كومنت كده، ليه؟ لان انا مش مستخدم السنسور اللي في النص السي، لانه بعيد عن مش مفيش الاينمنت ما بينه وما بين السنسور التاني. طيب نبدأ نرجع تاني. يبقى احنا حطينا كده القيم بتاعة الانبوت في الفاريبلز دي. نرجع لكالك تاني. طيب احنا قلنا بعد ما روحنا الكالك روحنا على ال EXY. معلش الموضوع معقد شوية بس مفيش طريقة تانية. طيب خلاص انا جبت الفاليوز بتاعتي، خلصتها، عرفت انا دلوقتي قراية السنسورز بتاعتي عاملة ايه. بعد كده هروح للفانكشن اللي اسمها compare. تعال نشوف مع بعض الفانكشن اللي اسمها compare. ايه دي الفانكشن اللي اسمها compare؟ بقول له ايه بقى؟ شغل اللاين تراكن اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. لو الاكسترا ليفت ايكوال ايكوال 1 والليفت ايكوال ايكوال 1 والرايت ايكوال ايكوال 1 والاي ار اللي هي الاكسترا رايت ايكوال ايكوال 1، ده معناه ايه؟ ده معناه ان كلهم واقعين على الخط الابيض، او كلهم كل السنسورز بره البلاك لاين. يبقى كده معناها هعمل ايه؟ همشي قدام. تعال نشوف نفس الكلام هيتحقق ولا لا. في حاجة اسمها ماسك اتنين. ماسك اتنين ده يبقى انا عايز ادخل هنا مرة واحدة بس. يبقى انا عايز ادخل هنا مرة واحدة بس. طيب انا ليه عملت ان انا ادخل في الاف كونديشن دي مرة واحدة بس؟ من اسمها ايه؟ هروح انا عايز اروح على فانكشن اسمها انيرشيا. الانيرشيا دي لما الروبوت يجي يتحرك من حالة السكون بيبقى محتاج انيرشيا عالية. السرعة بتاعت 100 و100 دي ما بتقدرش ان هي تقومه، فلازم تقومه بسرعة اكبر من 100 و100. فهتروح لفانكشن اسمها انيرشيا بس في بداية الكود. هو الماسك اتنين بعدها هيبقى بواحد، يعني انا ما عدتش هينفع اخش الاف كونديشن دي بعد كده، لان الماسك ده قيمته خلاص اتقفلت. امتى هخشه؟ لو بزيرو. هو متعرف اصلا كانيشيالي بزيرو. طيب اول ما اخش الاف كونديشن دي خلاص بقى بواحد، يبقى ما عدتش هعرف ادخل الاف كونديشن تاني. طيب اروح للفانكشن اللي اسمها انيرشيا دي. طيب دي الفانكشن اللي اسمها انيرشيا. طيب بتعمل ايه؟ انا زودت السرعة بس في البداية، خليتها 150 و150، والمفروض ان انا هطلع فورورد. لو هاي لو هاي ده فورورد، واديته ديلي صغير كده 100 ملي سكند بحيث اطلع قدام، يديني دفعة كده في البداية بس. ده طبعا برضو بالتجربة. طيب وقفنا تاني. يبقى انا دخلت هنا عملت انيرشيا بس يدوب في اول الكود كده بروح اعملها، وبعد كده بكمل فورورد. اروح للفانكشن اللي اسمها فورورد. طيب دي الفانكشن اللي اسمها فورورد. المفروض ان انا بقلل السرعة علشان الاحظ الروبوت وهو ماشي، اشوف التفاصيل، اشوف الاخطاء بتاعته، لو هيخطأ او في مشكلة معينة اعرف ان انا اكتشفها. فقللت السرعة ل 85 بتاعت الموتور اليمين والشمال، وخليته يمشي فورورد، يمشي لقدام بس. يبقى لو انا الاربعة سنسور بتوعي مش على البلاك لاين، كلهم واقعين بره البلاك لاين، يبقى انا همشي قدام. تعال بقى نكمل الكومبير بتاعتنا. طيب الحالة اللي بعد كده،
لو السنسور اللي على الشمال خالص، لو السنسور اللي على الشمال خالص بواحد يعني ابيض على الابيض، واللي على الشمال اللي جنبه ب على البلاك، والرايت على الابيض وده على الابيض خلاص، او الاكسترا ليفت اللي هو اللي على الشمال خالص على البلاك وكله الباقي كله على الابيض، هعمل ايه؟ المفروض ان انا هحرك المدر، هحرك الروبوت بتاعي في، هخليه يعمل تيرن ليفت لان الشمال وقع على الابيض، فانا عايز الف شمال عشان اخلي حركته مظبوطه يمشي على التراك صح. تعالى شوف التي ليفت دي بعمل فيها ايه، لان مش هنتكلم بقى على التي رايت والكلام ده، هي نفس الفكره. التي ليفت اهو، السرعه بتاعت الموتور اليمين اسرع من الشمال زي ما قلت لك، ده بالبراكتس بالتجربه كده او بالخبره العمليه، تقعد تجرب وتشوف، جرب الكود زي ما هو كده، اعمل له بير وشوف هيشتغل معاك ولا لا. بس انا بشرح لك كل وظيفة، كل حاجة وظيفتها ايه عشان تبقى فاهم، لان يبقى الموضوع فيه فليكسيبيليتي ان انت تقدر تعدل في الكود. طيب لو هاي، هاي لو يعني هلف شمال، طيب انا لفيت شمال رجعت هنا اليمين نفس الحكاية، هيبقى عكس الشمال، العجلة اليمين مثلا كانت بتطلع قدام عشان اروح شمال والشمال لورا، يبقى العكس اليمين ورا والشمال قدام. ده امتى؟ لو السنسور الرايت بزيرو يعني على البلاك لاين، او الاكسترا رايت على البلاك لاين. خلاص احنا الفكرة دي خلاص شربناها يعني. بعد كده دي بقى الاستيت بتاعت ايه، دي الاستيت بتاعت البلاك لاين، الاربعة وقعوا على البلاك لاين يعني الانترسيكشن بوينت. طيب دي محتاجة شرح شوية كده. البلاك لاين ده او نقطة التقاطع ده مش عبارة عن شريط مثلا لزق، احنا مستخدمين شريط لزق حاطينه كده، الشريط ده ليه عرض صح؟ ايوه ليه عرض معين اهو. طيب ركز معايا، انا اول ما باجي هنا دول اربعة سنسور مثلا اهم بقوا على البلاك لاين، هدخل الفانكشن، هدخل الفانكشن بتاعتي هعمل ايه؟ هقول له اوف، وقف لي الموتور، اول ما يقف يوقف علشان احسب كويس. طيب بعد كده ادي ديلاي 100 ملي سكند زي ما قلت لك ده بالتجربه. طيب خلي بالك ان انا عملت ماسك هنا عشان ما ادخلش هنا تاني اهو، انا قلت له والماسك، الماسك ده متعرف كانيشال بزيرو. طيب بعد كده لما دخلت جوه خليته بواحد، يعني مش هينفع اخش هنا تاني الا لما الماسك ده يبقى يرجع مره تانية بكام، بزيرو. طيب انا ليه استخدمت الماسك؟ ركز معايا بقى نكمل وبعد كده نقول احنا استخدمنا الماسك ليه. سيادتك اول ما تدخل في الخط الاسود خلال عرض الشريط ده كله، خلال العرض ده كله تمام، ايه اللي هيحصل؟ لو انا سبته ما عملتلوش ماسك هيقعد ينكريمنت بسرعة رهيبة، المايكرو بروسيسور اسرع منك بكتير، فده خلال العرض بتاع الشريط ده مش هي incremental position زي ما انت متخيل مرة واحدة، انت عايزه incremental position ده مرة واحدة لانه عدى ال intersection point واحدة. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيقعد ي increment خلال الفترة دي كلها، هتيجي تبص في الاخر هتلاقي ال position ده لو عملت له print serial print طبعته على السيريال هتلاقي ال position ده مثلا ب100 اللي هي سرعة مين؟ سرعة المايكرو كنترولر او ايا كان، لانه بيعد بسرعة عالية جدا، هيقعد ينكريمنت لانه جوه الفانكشن، جوه الفانكشن لحد لما يخرج من الفانكشن. طيب هنعالج المشكلة دي ازاي؟ هقول له لو الاربعة سنسور دول جه على الاسود انا معرف لك ماسك او فلاج هتدخل الاف كونديشن مرة واحدة بس خلاص. طيب وبعد كده هتخلي الماسك ده بواحد عشان ما تدخلهاش تاني، هتدخلها تاني امتى؟ لما يبقى الاتنين سنسورز اللي على الاطراف دول بابيض، اللي على الاطراف خالص الاكسترا رايت والاكسترا ليفت يبقوا في الابيض، هرجع اخلي لك الماسك بتاعك بزيرو مرة تانية ان انت تقدر تخش الانترسيكشن مرة تانية. يبقى انا كده قلت له ايه؟ طول ما هو في الشريط اول ما يدخل على الشريط الاسود هي انكريمنت بمرة واحدة بس، لان الماسك ساعتها اول ما دخل في الاف كونديشن بقى بواحد، ما ينفعش ادخل تاني. هدخل تاني امتى؟ لما يبقى قرايه الاتنين سنسورز اللي على الاطراف دول بابيض، يعني انا ده معناه ايه؟ ان انا خرجت بره الشريط فصفرته، ابدا بعد كده
لو انا قابلني شريط تاني ابدا اعد مره واحده تاني وهكذا. جرب وهتشوف الكلام اللي انا بقولك عليه ده. طيب بعد ما خليت الماسك بواحد يعني مش هدخل هنا تاني، ايه بقى الكلام ده؟ ايه في الواي اكبر من الزيرو والاكس اصغر من الزيرو وماسك برضو تاني ايكوال ايكوال 1 والواي اصغر من الزيرو والاكس اكبر من الزيرو والماسك ايكوال ايكوال 1. ادخل اطرح اكس، اطرح من البوزيشن واحد. عندك يا سيدي حالات فيها الاكس هيبقى اصغر من الزيرو وحالات هيبقى فيها الواي اصغر من الزيرو، فانت محتاج بدل ما تزود البوزيشن تنقصه. ليه؟ لان الاكس مثلا عندك بنيجاتيف 2، خلاص لو دخلت زودت عليها واحد يبقى انا كده ما بنفذش الخطوة بتاعتي. انا عايز اطرح واحد من القيمة لحد ما اوصل للقيمة اللي هي سالب 2، يعني مثلا البوزيشن بزيرو وانا الاكس اللي عايز اوصلها سالب 2، فهعمل ايه بعد ما قلبت الاورينتيشن؟ تمام، اعمل ايه علشان اوصل للقيمة دي؟ محتاج ان انا ابقى سالب زيها، فبدل ما هجمع عليها هجمع على البوزيشن واحد هطرح منه واحد، يبقى هعدي اول مرة اول تقاطع ابقى بسالب واحد، تاني تقاطع ابقى بسالب اتنين، يبقى انا كده مظبوط. هنا مثلا الواي لو بسالب تلاتة مش بتلاتة هقعد اطرح واحد لحد ما اوصل للسالب تلاتة. تمام، فهو ده الفايدة من الموضوع ده. الماسكات دي او المارك ده عبارة برضو عن فلاج قيمته بتبقى بتتحقق لما ادخل في الفانكشن اللي فوق في الكيس بتاعة الواي اكبر من الزيرو والاكس اصغر من الزيرو او الواي اصغر من الزيرو والاكس اكبر من الزيرو، بحيث ما ادخلهاش الا مرة واحدة بس. خلاص كده، بحيث ما ادخلهاش الا مرة واحدة. يبقى انا بستخدم الفلاج عشان ما ادخلش الاف كونديشن الا لما يتحقق شرط معين اللي هو الفلاج، لما الفلاج يتحقق ادخل، يبقى هدخله مرة واحدة وهستنى تاني لما يتحقق الفلاج ابقى ادخله. طيب المهم بعد كده اف else if الاكس اصغر من الزيرو والواي اصغر من الزيرو نفس الكلام، ده بالسالب برضو، دي حالة من ضمن الحالات. لو ده اصغر من الزيرو ده اصغر من الزيرو ده كيس ودي كيس ودي كيس، فانا بتعامل مع التلاتة كيس دول اللي فيهم احتمال الاكس يبقى بنيجاتيف او الواي بنيجاتيف. تمام، ان انا هطرح مش هجمع، فعشان كده عملت الاتنين اف كونديشن دول. طيب ما عدا ذلك اجمع. طيب احنا حالتنا هنا، حالتنا هنا هل الواي اكبر من الزيرو والاكس اصغر من الزيرو؟ احنا حالتنا الاكس اكبر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو، يبقى انا مش هدخل هنا خالص، يبقى انا هنفذ الالس اللي هي هزود واحد على البوزيشن لاني بوزيتيف، الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف. بعد ما اخلص بعد ما انفذ الكلام ده ازود البوز بواحد. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هطلع قدام. طيب بعد كده اهو نفس الفكرة اللي كنت بقولك عليها هنا، الاتنين سنسور الاكسترا رايت والاكسترا ليفت هخلي الماسك بتاعهم بزيرو لو انا بقيت في الابيض، او لو طلعت في الابيض علشان ما اقعدش انكريمنت خلال عرض الشريط اهو. اول ما ادخل في الابيض هرجع الماسك مرة تاني، يبقى انا اقدر ادخل هنا تاني. تمام، طيب يبقى ده كانت الفانكشن بتاعت الكومبير. تعال نكمل تاني في ال EXY. طيب انا خلصت الكومبير خلاص، هقعد اعمل تشيك للكلام ده، انا نفذت هنا. طيب خلصت طبعا مش هعمل الالس لان انا نفذت هنا. طيب هاجي هنا هيقول لي جو تو لوب 7، يبقى اروح للوب 7 اقعد اكرر الكلام ده، اكرر الكلام ده لحد ما حاجة تخرجني من اللوب ده. ايه هو الشرط اللي هيخرجني من اللوب ده؟ الشرط الوحيد اللي هيخرجني من اللوب ده لو دخلت في الالس اف، لو انا نفذت جميع الواي ادخل هنا بقى. لو انا خلصت الواي بقى بايكوال ايكوال البوزيشن، طبعا الواي ده بتاعي كام؟ بتلاتة، هيخش هي انكريمنت اول مرة يبقى بواحد، الواحد التلاتة اكبر من الواحد هيخش بعد كده يبقى باتنين، بعد كده يبقى بتلاتة هينطبق عليه الستيت دي. فايه اللي هيحصل؟ هيدخل هنا هيوقف المواتير ويخلي البوزيشن بزيرو، هو كده نفذ الواي علشان لما اجي انفذ الاكس يبقى البوزيشن البوز بتاعي بزيرو. بعد كده هروح لللوب 8، يبقى دي الحالة الوحيدة اللي هخرج منها من اللوب ده اهو، هي اني الواي بيكوال ايكوال البوز. يبقى انا كده خلاص اكسكيوت الواي خلصتها. هخرج هنا هتأكد ان انا صفرت البوزيشن مرة تانية، وبعد كده ارجع للاف كونديشن اللي انا كنت واقف عندها اللي هي كيس 1.
اهي، هخلي حاجة اسمها الستيت بتيكوال 3. لو انت فاكر الستيت فوق ده فاريبل كان بيعبر عن الاورينتيشن، قلت لك في حالة 3 يعني انا هترن رايت، هروح كده اشوف ايه الستيت 3 ده. طيب ده فاريبل، ده ب3، هروح بقى بعد كده الفانكشن اللي اسمها اورينتيشن. انا عارف ان الكود طويل بس هنعمل ايه؟ الاورينتيشن. طيب if الستيت ايكوال ايكوال تو، يبقى انا كده هريفرس، يبقى انا اعمل الحاجة اللي تخليني اعمل ريفرس. لو 3 يبقى رايت، لو 4 يبقى ليفت. تمام، دول الثلاث حالات اللي انا شرحتهم لك فوق. يبقى ده زي ما قلت لك بيعبر عن الاورينتيشن بتاعك. طيب لو انا ريفرس يبقى اروح لفانكشن اسمها تي ليفت، هتلف لي المواتير بزاوية 180. 180 ازاي؟ نفس الكلام بتاع المواتير، وهحط اللي كبير شوية عشان اعمل ريفرس. تعال نروح للتي ليفت 180 عشان ما تقولش بكروتك. اهو زودت السرعة لاني هعمل ريفرس، فمحتاج اعمل ريفرس ده بسرعة، وعملت الديلي الكبير ده. هلف يمين هلف شمال مش هتفرق معايا، لان انا هلف بزاوية 180، فسواء هلفها على الشمال او على اليمين انا اللي يهمني ان انا اعمل ريفرس. وده بالتجربة برضو الديلي ده، يبقى انا هريفرس بنفس الفكرة. طيب لو انا بعد كده هصفر الستيت بتاعي، يبقى الهدف من الفانكشن اللي اسمها اورينتيشن دي ان انا اصحح الاورينتيشن بتاعي على حسب انا عايز ابقى ايه بس. فنفس الكلام لو الستيت ب3 ده اللي انا عايزه، هيروح للرايت هيلف بزاوية 90 اللي هي زي اللي فاتت بس بديلي اقل، وبعد كده هيوقف المواتير ويخلي الستيت بزيرو. لو ب4 يبقى هيلف شمال بزاوية 90 وهكذا، بس هيحط حاجة اسمها الانيرشيا. الانيرشيا اللي احنا شرحناها قبل كده علشان اصحح من سرعة المواتير شوية. طيب انا نفذت كده الاورينتيشن، تعالى نرجع للكالك. انا خلاص نفذت الاورينتيشن، هعمل ايه؟ هروح اكسكيوت الاكس وهكذا زي ما عملت في الواي هعمل في الاكس. اهو هروح للاي اكس اكس، الاي اكس اكس نفس الكلام بالظبط لحد ما اوصل للقيمة، هخرج برا اللوب وبعد كده هصفر البوست تاني. يبقى انا هاكسكيوت الاكس مرة تانية زي ما عملت اكسكيوت للواي. طيب بعد كده هخلي الاورينتيشن بتاعي بالديفولت بتاعي كده، انا حطيت الاورينتيشن بتاعي للفورورد زي ما شرحنا بس، وهكذا. التمانية كيسز هيتنفذوا بنفس الطريقة. اللي انا عايز اقوله لك اهو، فاكر المارك اللي انا قلت لك عليه انه بيدخله في حالة ان انا الاكس عندي بسالب او الواي بسالب؟ نفس الكلام انا بطبق المارك ده بحيث ان انا اطرح البوزيشن، يبقى بوزيشن ماينس ماينس بدل ما اقوله بلس بلس. طيب هيختلف ان اي حالة من الحالات اكس او واي كانت بسالب، بدل ما اقول له مثلا اكسكيوت الواي كنت بقول له اي اكس واي، لا هقول له اي اكس واي 1، ده معناه ان هو سالب، قيمة الواي بسالب. فهروح لفانكشن تاني لان التصرف بيختلف. تعال نشوف مثلا هنا الاي اكس واي 1 دي تختلف ايه عن الاي اكس واي. الاي اكس واي العادية كنت بتعامل معاها لو الواي ببوزيتيف، الواي اكبر من الزيرو. تعال نشوف الاي اكس 1 اهو، ده الاي اكس اكس 1، الاي اكس 1 نفس الكلام، ولكن اف الواي اصغر من البوزيشن. يعني ايه؟ مش البوزيشن بيبقى بزيرو؟ افرض الواي عندي بسالب 2، لو الواي اصغر من سالب 2 يبقى اروح اجيب الفاليوز بتاعه السنسورز اري، وبعد كده هدخل على اللاين تراكينج اللي هي الفانكشن بتاعه اللاين تراكينج، وبعد كده هقعد اكرر الكلام ده في اللوب لحد لما يتحقق ان الواي بيكوال ايكوال بوزيشن. خلاص الواي بقى بنيجاتيف 2 والبوزيشن بقى بنيجاتيف 2، يبقى انا كده خلصت عملت اكسكيوت للواي، ابدا اخرج خالص. نفس الفكرة بس اللي بيختلف عندك هنا ان انت هناك كنت بتقول له اف الواي اكبر من البوزيشن، هنا هتقول له اصغر من البوزيشن. الاي اكس اكس اهو هنا اكبر، لو الاي اكس اكس 1 هيبقى اصغر، بس هي دي الفكرة. تمام، وهنفذ التمانية كيسز بتوعي زي ما شرحنا قبل كده. يبقى التمانية كيسز بتوعي هيبقوا ثابتين. طيب بعد ما بخلص بعمل ايه؟ تعالى نرجع تاني. تمام،
بعد ما بخلص خالص، خلصت الاورينتيشن، بدخل في وايل وان اوف، خلاص ببطل المواتير وافضل واقف في مكاني، انا مش محتاج اخد اي اوردر تاني لان الجزئية دي هنستكملها لاحقا. خلاص طيب، يبقى ده هو الكود، ده هو الكود بتاعي. طبعا زي ما قلت لك الكود هو كبير بس مش صعب، يعني لو انا بصيت هنا لقيه 220 سطر، لا هو مش صعب. انت كل الحكاية اللي صعب الموضوع ان انت قاعد تعمل if conditions، خلاص فدي بس ايه اللي مطولة الموضوع، لكن الكود مش صعب، وان شاء الله هنشوف التطبيق العملي هيبقى عندك حماس ان انت تطبق الكود ده، تاخد الكود ده تجربه زي ما هو او تعدل عليه. احنا المفروض فهمنا الفكرة كلها خلاص، فاحنا كده انتهينا من جزئية الكود. ان شاء الله دلوقتي ندخل على التطبيق العملي. طيب دي الأرينا بتاعتنا اهي زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، وده الروبوت بتاعي. المفروض ان احنا هنديله البوزيشن اللي هو عايز يروحه او اللي احنا عايزينه يروحه في المكان ده. احنا مثلا هنبدأ هيقول له الاكس ب2 والواي ب3، فانا متوقع انه هيقف فين، هيقف هنا بالظبط بناء على الاوريجين بتاعه، الاوريجين بتاعه اللي هو واقف هنا. تمام، هو لسه دي النقطة 1 و1، هو قبل ال1 و1، يعني هو دلوقتي في 0 و0، اعتبره واقف في النقطة 0 و0 الاوريجين بتاعه. فالمفروض هيتصرف ازاي دلوقتي لما بيرن الكود ده؟ هيعد في الواي اول انترسكشن بوينت 1 2 3، بعد كده هيغير الاورينتيشن بتاعه لرايت، بعد كده هيعد 1 2، يبقى المفروض انه هيقف فين؟ هيقف هنا. خلاص كده طيب، نبدأ نبرن الكود ونشوف. طيب عملنا برن الكود، نبدأ نفصل الكيبل ونشغل البادري ونشوف. تمام، يبقى هو واقف في المكان اللي احنا متفقين عليه. طيب هل هو واقف بزاوية 90 بالظبط؟ يعني تقريبا، حتى لو هو حاد فهو بعد كده لو انت كملت على نفس البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي المفروض انه هيتعامل من نفس البوزيشن. طيب نوصل كده الكيبل ونغير البوزيشن، طبعا نفصل البدري، ما ننساش نفصل البدري عشان ما يشتغلش. طيب لو عايزين نروح هنا محتاجين نديله المكان بتاعه انه هيمشي فين، في الواي 1 وفي الاكس نيجاتيف 1. خلاص كده، يبقى انا هديله في الواي 1 وفي الاكس نيجاتيف 1، انا متوقع ايه اللي هيحصل، هيمشي هنا كده فورورد، بعد كده هيغير الاورينتيشن بتاعه لليفت، بعد كده هيمشي هنا، وبعد كده هيغير الاورينتيشن بتاعه لفورورد، وزي ما قلنا ده الريفرنس اورينتيشن بتاعنا، فده اللي احنا متوقعينه منه. طيب نبدأ نغير، نخلي الاكس بنيجاتيف 1 والواي ب1. طبعا دي اي كيس من الكيسز اللي شرحناها، دي الكيس اللي الاكس فيها اصغر من الزيرو والواي اكبر من الزيرو. طيب نبدأ نعمل بيرن. طيب نفصل كده الكيبل نشوف، زي ما قلنا احنا متوقعين انه يقف فين، نشوف زي ما قلنا بالظبط زي ما توقعنا، هو فعلا وقف في نفس المكان. طيب هنديله كيس تانية فيها الاكس بيكوال ايكوال زيرو والواي بنيجاتيف 2، فالمفروض انه يروح فين؟ الارينا اهي تاني، الارينا اهي المفروض على مكانه الحالي لما اديله الواي بنيجاتيف 2 هيعمل ايه؟ يقف هنا، يقف، لا يقف هنا نيجاتيف 2 يبقى 1 2، يقف هنا. تمام كده، طيب لو نيجاتيف 3 يقف هنا. خلاص تعال نجرب نديله نيجاتيف 3 والاكس طبعا المفروض يبقى بكام، بزيرو. طيب تعال نشوف الكلام ده، نوصل الكيبل تمام
زي ما قلنا ما ننساش نفصل البدري. طيب الواي بنيجاتيف 3 والاكس بزيرو. نبدأ نعمل بيرن الكود. طيب نشيل بقى الكيبل، متوقعين انه يقف فين زي ما قلنا، متوقعين انه يقف هنا، 1 2 3. طيب نبدأ نشغل ونشوف. زي ما قلنا تمام، زي ما قلنا بالظبط، وقف في المكان اللي قلنا عليه. طيب لو احنا عايزين يروح هنا المكان ده، تعالى تاني شوف كده، يعدي على هنا وهنا وهنا، يبقى كده نيجاتيف، ده بوزيتيف بالنسبة له وده نيجاتيف. ده الحالة ان الواي ببوزيتيف والاكس بنيجاتيف، دي جربناها قبل كده، وجربنا لما الاكس ببوزيتيف والواي ببوزيتيف، صح كده، وجربنا لما الواي بنيجاتيف والاكس بزيرو، خلاص. طيب نجرب احنا عايزين نروح هنا، نجرب احنا عايزين نروح هنا من مكانه الحالي. طبعا دي صعبة، ليه؟ لانه مش واقف اصلا عند الانترسكشن بوينت. تعال نشوف كده واقف فين، شوف بعيد عن الانترسكشن بوينت دي اصلا بقد ايه. بس نجرب، نجرب نديله البوزيشن ده، البوزيشن ده الاكس فيه هيبقى بنيجاتيف 1 والواي فيه هيبقى بزيرو، خلاص كده. طيب نجرب نوصل الكيبل، على نفس البوزيشن، الاكس بنيجاتيف 1 والواي بزيرو. نجرب مثلا، يعني مثلا على وضعه كده الحالي ونشوف. تمام. طيب زي ما احنا توقعنا انه هيقف هنا، خلاص. فهو اتحرك ازاي؟ غير الاورينتيشن بتاعه، مشى فورورد بعد كده غير الاورينتيشن بتاعه. طيب احنا كده جربنا 4 كيسز، كده جربنا 4 كيسز. طبعا لو انت عايز تجرب اي حاجة تانية ممكن تجربها عادي، مفيش اي مشكلة. اللي ان شاء الله الـ8 كيسز انا مجربهم ومفيش فيهم اي مشكلة. طيب تعالى مثلا لو عايزينه يقف هنا تاني، هديله الواي بواحد والاكس بواحد ونشوف هيقف ازاي او هيقف فين. نفصل الكلام ده، نديله تاني الواي بواحد والاكس بواحد ونبدأ نبير. طبعا ما تنساش تفصل البدء على نفس البوزيشن، شوفوا هيشتغل مظبوط ولا لا، اهو تمام زي ما احنا توقعنا، وقف في نفس المكان. طيب تعالى نجرب الكيس بتاعت الاكس بنيجاتيف والواي بنيجاتيف، الاكس بنيجاتيف والواي بنيجاتيف. خليه يرجع هنا تاني، خليه يرجع هنا تاني. يبقى المفروض هتقول له نيجاتيف 1 الاكس والواي بنيجاتيف 1. تعال نجرب الكيس دي على الوضع الحالي، افصل البدري، نركب الكيبل، ودي بقى تبقى مثلا اخر كيس نجربها. نقول له ده بنيجاتيف 1 كده كده، ونبدأ نبرن الكود. طيب تمام، افصل الكيبل، نشوف الأرينا ونقول بسم الله ونشوف. طيب أحيانا شوف، شوف اللي حصل ده، أحيانا بيحصل تهنيجة معينة أهو، نشوف الكلام ده أهو، ريفرس مشى
هو وصل لنفس المكان بس عكست منه شوية. تعال نجربه على مثلا في مكان تاني. تمام، ظبط هنا شوية اهو. طبعا لو اشتغل في نفس المكان عادي هيكمل على نفس المكان، مفيش اي مشكلة. فدي كانت اخر كيس هنجربها. وكده هو شغال على الارنا بشكل طبيعي، مفيش فيه اي مشكلة.